مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. حلقة جديدة من جولة على المتاجر. هالمرة جولتنا حتكون على متجر الكارفور. الكارفور طبعا من المتاجر المعروفة وعنده انواع دقيق خاصة فيه وانواع كمان مستوردة وانواع محلية مشكلة. مميز نوعا ما لانه في بعضه عنده الاصناف مش موجودة عند غيره. مشوا معي خلينا نشوف شو في عنده. طبعا نحن هلا بمتجر الكارفور رح نشوف انواع الدقيق الموجوده عندهم. ما عندهم تشكيله واسعه كثير بس في عندهم بعض الانواع اللي عجبتني وبنصح فيها. هلا عندهم انواع مستورده بوبز ريد ميل بس كلها جلوتين فري. عندهم طحين متعدد الاستعمالات تبع الكارفور اول بيربس فلاور، نوعيته جيده لا باس فيها. هذا الاتال هو قمحه كامله لكن استخلاص 96% جيد لا باس فيه، بس الافضل منه انا برايي كقمح كامل هو دقيقه شفاتي تبع المطاحن الكويتيه. هذا نسبه البروتين فيه جيده 14% تقريبا. وفي طحين الاسمر الكويتي جيد لا باس فيه لكن دقيقة شباتي احسن منه كدقيق قمح كامل. طحين الابيض، طحين فاخر الكويتي والبيكر الاماراتي اثنيناتهم جيدين. اللي لاحظته انه عاملين عرض على طحين البر تبع الاولى من احسن انواع الطحين المحليه بالسعوديه. طحين البر لجميع الاستعمالات بنصح فيه، لكن انا ما بنصح بطحين المعجنات لانه في اضافات بقلبه في محسنات فما بنصح فيه. بنصح بطحين البر وطحين الفاخر. طحين الفاخر خذوه ما تاخذوا طحين المعجنات لانه اذا حابين تعملوا معجنات طبيعيه ما تستخدموه. طبعا هذا طحين للمعجنات له استخدامات خاصه لكن مش للمخبوزات الريفيه ابدا. هذا طبعا الطحين الاولى بس بكميات كبيره، بنصح تاخذوا كميات كبيره ما تاخذوا كميات صغيره اذا عندكم خبز بشكل دائم. اورجانيك لاردا الاماراتي وايت سبيلد فلاور انا ما فيها الطعم كثير. طحين الحنطه الكامل هيدا بيكون احسن، يعتبر سعره لا باس فيه. كمان اول بيربس فلاور جيد لا باس فيه، نسبه البروتين فيه 11.5 يعني هذا جيد كمستورد وعضوي. طبعا البيكر بيجي منه بالكرتون اذا بدكم تجيبوا كميه كبيره. كمستورد طحين القمح الكامل الهندي لا باس فيه جيد لكن بروتينه دائما طحين الهندي قمح الكامل او تشاكي اتا يعني مطحون على الرحى دائما بيكون بروتينه ضعيف فما تكتروا منه كثير. بنصح اذا بدكم طحين تشاباتي تشاكي اتا بروتين جيد مناسب جدا لحتى المخبوزات الريفيه. طحين الاسمر البيكر الاماراتي هات لنشوف البروتين تبعه. البروتين تبعه 13.7 هذا كمان جيد. فعندكم هيدول نوعيات جيده للخبز الريفي بالاضافه طبعا للاولى براون فلاور او طحين البر لو سعره ممتاز انا برايي. هاي جوله صغيره على انواع طحين يعني لا باس فيها صراحه عند الكارفور.